حتى المرجعية تتآمر على الحشد الشعبي، حتى مرجعية الإمام السيستاني اللي هو اللي أطلق الفتوى حتى نحافظ لهم على لحاياهم ونحافظ على مقدساتنا، لأن وصلوا الدواعش الكربلة حتى يفوتون على الكربلة على كربلة ويهدمون الحسين. حتى المرجعية والحواشي مال المرجعية تتآمر على الحشد الشعبي. تقول لي معقولة؟ أقول لك إيه معقولة. تعرف شنو معنى حميد الياسري من يطلع ويسوي له مرجع حشد مرجعية ويفصل نفسه عن الحشد الشعبي المقدس؟ تعرف شنو معناها؟ تعرف هذه إذا درستها هذه أكبر مؤامرة على الحشد. أولا يريدون يسحبون شرعية والمرجعية ساكتة ما لها علاقة. منا لما يوقف فوق راسه مثل أبو بكر البغدادي إنه تعال يا شيعة فتوى كفائية وبيضة الإسلام وما أدري شنو، وجيبوا شبابكم خل تذبح، ولما تذبح شبابنا يتآمر علينا حميد الياسري يسوي له حشد مرجعية وقدام العراقيين، ما لنا علاقة إحنا بالحشد الشعبي.